والبداية هي بقصر. هو قصر من نوع آخر ما بيشبه حدا، وقاطنيه هن كمان ما بيشبهوا حدا. بيترعرعوا فيه ملوك أمراء ملكات وأميرات. هو قصر الحلو، فرحة عاصمة الشمال وبهجة طرابلس. هو قصر عبد الرحمن الحلاب، فيه العيد بيتجلى بأحلى جواهره. زمان أهل طرابلس بيحتفلوا بجميع الأعياد تبعت كل الطوائف، يعني ما بيميزوا بين عيد وعيد، وكل العالم الطرابلسي بيتشاركوا بفرحة العيد بين بعضهم وبيتبادلوا الهدايا كمان. وعند عيد الميلاد خاصة في له نكهة خاصة عند الكل. لأنه هو عيد الميلاد وعيد رأس السنة كل الطرابلسي بيهدوا بعضهم البيوش وبيهدوا المعمول والبقلاوة وأصناف القشطة خاصة، يعني لأنه سفرة يوم الميلاد ما في سفرة طرابلسية بتخلي من القشطة. بالإضافة للبيوش كلاسيك في عنا البيوش أوريونتالي اللي هو عبارة عن البيوش البقلاوة الأصابع، هيدا بيجي أمبلاج خصوصي لنويل. في عنا منه كمان البش جزرية، هيدا الجزرية ومع الفستق والجوز واللوز مع بريزنتاسيون سبيسيال لكريسمس. في بش برمى فستق حلبي كمان سبيسيال لنويل عنا إياه، والبش هريسة الفستق مع هريسة اللوز اللي هو البات تبعت الفستق مع البات تبعت اللوز. بس دايما بنشوف لحن البريزنتاسيون تبعيتها كتير كتير سبيسيال لنويل. هيدي هون شغلة كتير حلوة، انه اول ما بلشنا فيهم من شي 15 سنة في رئيس الوزراء عجبته الفكرة كتير كتير واخذ من عنا 1800 قالب يومتها هديهم لأصحابه بلبنان وأصحابه برات لبنان كمان، لانه هيدا ممكن يسافر ما بينتزع وما بيصير له شيء ابدا ابدا. بقصر الحلو التقى التراث الشرقي مع الحضاره الغربيه على صوره لبنان التقليدي الحديث. مائدة تتربع على عرشها ملكة هي القشطة. من وين جاي هالقشطة وكيف وصلت إلى القصر؟ مساحة كبيرة واسعة خصصت لإنتاج القشطة. الناصعة المتلألئة المدللة بعائلة عبد الرحمن الحلاب هون بالعبدة بعكار بعيداً عن قصر الحلو. محمد هو ملك القشطة من أكثر من 30 سنة.
وريان المراقبة، العين الساهرة على النوعية والجودة لتبقى هالقشطة لائقة بقصر الحلو. دوا بالحليب وبينترك وقت لحتى يمرق عليه مي باردة، مي باردة على بقلب خزانات دبل سكين، يعني بشكل إنه نبرد الحليب لحتى نعطيه وقت ليرتاح. الأدوات والأوعية يتم غسلها وتعقيمها خلال كل الليل، وبعد موافقة المراقب الصحي تبدأ عملية الإنتاج، وآليتها دقيقة طويلة وحرفية. بس يبلش يغلي بيبلش يفصل الفات وكل شيء، كل شيء أذر سوليد ماتيريال بيبلش يتقسموا عن الطراف، ونحط بيصيروا كل شيء في سوليد ماتيريال أو المواد الصلبة تبع الحليب. خلال فترة ساعتين من الوقت بيبلش هيدا الحليب بيتبخر وبيبلش يطلع لنا منتج القشطة، بس يعني بياخد فترة ساعتين لحتى نقدر نطلع أول قشة، ومن هون إجت كلمة القشطة. كل ما بيتبخر الحليب بينزاد عليه كمية حليب بارد ليكمل يعطينا القشطة. بس تنشال القشطة تكون حرارتها كتير عالية، لأنه عم نحكي عن خط إنتاج فيه 98 صينية، سو الحرارة كتير عالية، مفروض دغري يروحوا على البراد ليتبردوا لحتى ما يصير في عنا تفاعل بكتيريا. وبعد تبريدها القشطة بتتعبى بطواجين ستينلس ستيل بالدرجة المطلوبة علمياً. تتغلف القشطة بتنوضع بحرارة بتتراوح بين الدرجة والخمس درجات، وبتاخد طريقة إلى طرابلس، ولكن مشوارها ما بينتهي هون. بتنحط on hold، يعني بتنحط بمنطقة حجز لمدة 24 ساعة، لأنه كل عينة، كل طاجونة أو كل علبة منتج مرقمة بتنحط على جنب لحتى يتاخذ منها عينيات، وبتاخذ 24 ساعة لحتى تطلع نتيجتها. هيدا مختبر قصر الحلو. مختبر قصر الحلو مقسوم لقسمين، القسم الجرثومي والقسم الكيميائي. القسم الجرثومي بيتم أخذ العينات من كافة الأقسام الإنتاجية وبيتم تحضيرها ووضعها بالبراد. بعدين بيتم تحضير العينات للزرع، بحيث بيصير في ديلوشن وزرع العينات، كافة العينات من المواد الأولية للمواد النصف المصنعة للإنتاج النهائي. من بعد ما تنزرع العينات بيتم وضعهم بالحاضنات حسب درجة الحرارة المناسبة لنوع البكتيريا المنوي زرعه. بيتم زرع العينات بوسط خاص بكل بكتيريا عم ننبش عليها، وبعدين بينتقلوا للحاضنات على درجة حرارة بتناسب البكتيريا المنوي تفتيش عليها. ثاني يوم أو ثالث يوم حسب نوع البكتيريا بتم شيء اسمه تعداد وتعريف counting and identification، وبالأخير بتم إعلام كل الأقسام الإنتاجية عبر البريد الإلكتروني عن صلاحية العينات للاستعمال. وهيك بعد ما تخضع القشطة كسائر المنتجات إلى فحص مخبري تحضر لتاخد طريق القصر، فبتوصله ناصعة البياض زاهية منمقة حاضرة لمرحلة أخرى من حياتها. التزاوج مع حلاوة الجبن، مفروكة الفستق، الكنافة وغيرها من أصناف قصر الحلو.
ومائدة الميلاد ما بتكتمل بغياب القطعة يلي بترمز إلى هالعيد المجيد لبيوش دو نويل. بقصر الحلو أخذت كل مجدة، فتشحت بسواد الشوكولا وتلونت بالمكارون بألوانه الزاهية المفرحة للقلب وللنظر. المرحلة الأولى منجيب قوالب شوكولا، هي عادة بتكون بلجيكية، نستعمل شوكولا بلجيكية، منحطها بقلب المكنات هيدول على حرارة درجة 45 درجة هيك. بهالطريقة هيدي مندوب الشوكولا نحنا، منرجع هي زيت المكنة منعيرها على 30 درجة لحتى نقدر نصب بقوالب الشوكولا. قصر الحلو ما بيخلى طبعاً من برستيج كبير، الشوكولا نوار أولي والأبيض، هو زينة القصر بالعيد، بيزيد رونق وتألق. تحت عنوان أساسي وكبير اسمه الجودة والسلامة الغذائية، آلية محددة تتبع تحت أعين المراقبين الصحيين بدءاً من استقبال المواد الأولية حتى تصنيعها، انتهاءاً بخروج المنتجات من القصر. نشيكوا حرارات المنتج اللي نحن نستقبله وكمان شروط الوصول تبع المنتج مع الموردين اللي عنا اليوم. هلا نحن خلال فترة التصنيع عنا كمان الانسبكترز موجودين على الأرض بيتأكدوا إنه يطبق نظام الـ Good Manufacturing Practices والـ Good Hygiene Practices اللي هن سيستم النظافة وسيستم شروط التصنيع المضبوطة، منهم اللي هن النظافة الشخصية تبع الموظفين، منهم شروط التعقيم المضبوطة والتنظيف المضبوطة، ومنهم مراقبة حرارة البرادات والتخزين. والمنتجات ما بتنطلق من القصر إلا بعد فحصها والتدقيق بحرارة ونظافة السيارة يلي بتنقلها وبتوزعها على الفروع المختلفة خارج طرابلس. بهالطريقة بياخد المراقب الصحي حرارة البرودكت بس تكون مزبوطة، والملصق التعريف بيكون موجود على البرودكت وطريقة التغليف بتكون مزبوطة، بيقرروا يحملوا البرودكت على السيارة. وأكيد سياراتنا مجهزة بسيستم GPS، يعني أي خلل بيصير على الطريق نحن بيوصلنا مساج على تليفون خاص بالشركة، نحن قادرين ناخد إجراءات emergency بهالموضوع. بمختبرات قصر الحلو الفحوصات ما بتقتصر على المواد الأولية أو المواد النصف مصنعة والنهائية، ولكنها بتشمل أيضاً المياه المكررة بمحط التكرير جهزت بقصر الحلو. من بداية قصر الحلو نحن بنشتغل على تطوير محطة المي اللي عنا إياها هون بالمؤسسة. المي هي بتتكون من إضافة الكلور للمي النية أو الروت اللي نحن بتجينا من برا اللي هي بتقتل الجراثيم. بنرجع نحن بتقطع المي بالفلتر الرمل او الساند فلتر، بعدين بالكربون فلتر او فلتر الكربون يلي بيرجع بيشيل الكلور، ونحن بنرجع بنقطعها بسوفتنر وار او اللي هو ريفرس اوسموسيس لتوصل نحن مي بالمواصفات المطلوبه لحتى تكون نستعملها بالانتاج. وهيك بفضل الجهود المتواصلة من أجل الحصول على جودة عالية للإنتاج، شركة عبد الرحمن الحلاب حصلت على شهادتي الآيزو سنة 2003 9001 Quality Management System أي إدارة الجودة، وسنة 2008 لآيزو 22000 وهي إدارة السلامة الغذائية.
القصر الحلو استحق اسمه وبامتياز، هو بيشرف الحلو بلبنان وبالعالم أجمع. La 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 la